قاعدة وخدوها في حياتكم إن المعاملة تكون بالمثل اللي يمشي خطوة نمشي نفس الخطوة من غير أي مبالغة لحد احسن مننا ولا احنا احسن من حد هلو هلو مساء الجمال والسعادة وحشتوني كتير كتير وبحبكم اكتر واكتر انتوا احلى اخوات في الدنيا يا رب النهاردة تكونوا بخير ويلا فيديو جديد فيديو حماسي من الدرجة الاولى لتحضيرات وترتيبات سيدة تركية وروتين كده بيتها الحلو جدا وتحضيراتها للعيد فيديو النهاردة يا يعجبكم وتتابعوه معايا للاخر بس قبل ما ابدأ الفيديو حابة ارحب بيه صديقتي القديمة جدا جدا نورة من المغرب اللي دايما بتتفرج علينا بس اول مره تكتبلي لي كومنت وكمان نتاشا من الجزائر شكرا جدا جدا لوجودكم معايا بس لو انت بقى قديمه معايا زي نوره كده ومتابعاني من زمان او اول مرة تشوفيني من خلال الفيديو وعملت اشتراك معايا وكمان فعلت الجرس على الكل عشان ما يفوتكيش اي فيديو اكتبيلي كمان كومنت تحت الفيديو ان انت جديدة عرفيني بنفسك عشان ارحب بيكي في الفيديو الجاي وببقى مبسوطة باي حد موجود معايا من كل الدول يعني بحب كده نكون اصحاب واخوات مع بعض فكلكم بجد وجودكم على راسي من فوق تعالوا النهاردة بقى لايكات كتير كتير عشان نتشجع كلنا قبل ما ابدأ الفيديو حابة اعرف انتوا كمان بدأتوا في روتين تنظيفات وتحضيرات للعيد ولا لسه كده كسلانين زي وهنبدأ من الاسبوع الجاي يا رب يكون ايامكم كلها خير وسعادة تعالوا نشوف السيدة التركية بقى اللي بدأت كده الهمة والنشاط وكمان شوية من روتينها وافكارها في البيت طبعا كده واحنا بنتفرج على الفيديو احنا متفقين ان الروتين بتاع التنظيفات او بتاع المناسبات والاعياد مختلف عن الروتين اللي احنا بنعمله شبه يوميا يعني كل يوم والتاني بنمسح الارضيات بنمسح الاتربة لو حاجة عايزة تترتب بنرتبها لكن طبعا تحضيرات العيد بيبقى ليها حاجات تانية وليبقى ليها خصوصية شوية ندور على الحاجات التقيلة بقى الستاير والسجاد لو في حاجة حابين ان انتوا تجددوها كمان في البيت من المفروشات او الديكورات وكده برضو كل ست بيت بتحاول ان هي تبدا على قد ما تقدر في الحاجات دي وتستقبل ضيوفها وهو بيتها في احسن صوره ليه يعني كمان السيده اللي معانا هي بدات تحضيراتها بدري زي ما انتم شايفين يعني الستاير بتاعتها فكتها وغسلتها كمان السجاد بتاعها اشترت مشايات جديده وبدات ان هي تحطها في البيت عندها طبعا كل واحد بيدور على ايه الجديد اللي ممكن يعمله وطريقه التنظيف المثاليه اللي هو يقدر يقدر يعملها في البيت يخليه في احسن صوره بس فيديو زي ده اكيد مشجع كده ان احنا كمان نبدا ونشوف ايه الحاجات اللي احنا محتاجين نعملها وعشان ما نفسنا ونتعب نفسنا نبدا بدري بدري كده علشان نكون مرتاحين طبعا هنا كمان برضو دي غرفة ابنها وتحضيرها وترتيبها ليها طبعا انتوا شايفين ان الدنيا اصلا عندها نظيفة يعني طول ما هي على طول اول باول بتنظف المكان والدنيا عندها تمام اكيد هتبقى مرتاحة في اي ظرف كان في اي مناسبة في اي ضيوف جت فجأة المكان هيكون جاهز اكيد لاستقبالهم كمان برضو هي حبت هنا ان هي تجدد مطبخها بشوية من المشتريات زي فكرة هنا المنظمات او العلب الكبيرة دي طبعا فيها الدقيق -E بقى والسكر حاجات المخبوزات اللي هما بيحبوا دايما يعملوها تبقى كمان الحاجات اللي هي هتستخدمها والتحضيرات دي تبقى كمان جاهزة عندها وفي منظم سهل عليها ومخلي مطبخها شكله حلو كمان هنا برضو شوية من مشتريات المطبخ لتقديمتها الحلوة خلال العيد زي كمان هنا مكنة القهوة وكمان شوية من الفناجين بقى والمجات الحلوة بتاعتها لتقديمتها براد الشاي الأساسي الستايل التركي وكمان هنا مجموعة من العلب زي ما شفنا كده علب اللي هي اشتريتها للدقيق كمان هنا برضو شوية من العلب تقدر تحطي فيها كمان المخبوزات والحاجات اللي هي هتعملها باسكت وقالب للكيك عشان تعمل تقديمات كمان حلوة وكمان هنا البولة ديت للمعجنات تقدر تعمل بيها مبشرة او كمان تعمل فيها بالمضرب للمعجنات بتاعتها ودي مكنة القهوة هنا بدأت ان هي تفتحها يعني مجموعة كده من المشتريات للمطبخ تبقى مسهلة عليها وفي نفس الوقت لتقديماتها سواء القالب بتاع الكيك أو الطقم بتاع فناجين القهوة يعني شوية حاجات كمان مفروشات عندها شوية حاجات حلوة جدا لبيتها تقدر ان هي تنظم بيه كل حاجة عندها تعالوا كمان هنا برضو من تقديماتها الجميلة جدا وتقدروا انتوا كمان تعملوها بكل سهولة العجينة بتاعت الملفي حلوة جدا جدا وسهلة طبعا هي هنا قطعتها لقطعة كده مستطيلة وهتسويها وبعدين هتبتدي تعمل الحشوات بتاعتها بعد طبعا ما تستوي. ان شاء الله انا بحضر لكم كده فيديو بس هو اخد معايا وقت شويه ليه حاجات تقدروا انتوا كمان تعملوها في الاعياد الشوكليت وكمان الديكورات والحاجات دي انا حابه ان انا انزله لكم بدري قبل العيد يعني عايزه انزله أن لكم مثلا بكره او بعده علشان خاطر لو انتوا حابين تعملوا كمان حلويات او تعملوا ديكورات وزينه للحاجات دي بحاول على قد ما اقدر ان انا اجمع لكم فيديو او اتنين ليه كده حاجات مختلفة لكل انحاء العالم يعني نشوف افكار سيدات مختلفة فان شاء الله كده يعجبكم وتبقى حاجة تليق بيكم تعجبكم وتفيدكم ده هنا طبعا بعد ما خلصته حشيته بقي بالشوكولات مع الفراوله وكمان هنا الكريمه او شوكله البيضه مع الموز وحطت عليهم السكر البودره قد ايه تحليه بسيطه اوي ومش مكلفه يعني وكمان قد ايه شكلها حلو وشهيه اوي قوي, قوي. كمان برضو هنا السيده بدأت ان هي تحضر نوع من الكيك وشهير جدا جدا في تركيا طبعا طريقه الكيك العاديه اللي احنا دايما كلنا بنعملها السكر مع البيض وبنحط عليه الفانيليا والباودر وبنحط الزيت او الزبده ومعه اللبن كمان هي عملته بالكاكاو بالشوكلت ويك بنحط عليه الدقيق يعني الخليط اللي احنا كلنا عارفينه بس الطريقه بقى الحلوه جدا اللي بتخلي الكيك طري ان احنا نحط عليه بعد ما يستوي اللبن ممكن تحط عليه كمان يعني نوع عصير زي البرتقال او كده بس اللبن بيبقى من الحاجات الطريه جدا وبتدي كده طراوه للكيك وبدات ان هي تحط عليه كمان الكريمه والشوكليت السايحة. وبتقطعها لمربعات وكل قطعه بتزينها بالفواكه او بالمكسرات يعني طريقه تقليديه لطريقه الكيك الموجوده في تركيا تقدروا انتوا كمان تعملوها بسهوله وشفناها من سيدات كتير جدا جدا وقد ايه شكلها حلو كمان برضو ما شاء الله السيدة عندها ولدين والولد الصغير يعني شايفين بقى شايف مامته طول النهار بتنظف وبتشيل وبتحط وبتعمل كل حاجة فحب هو لو بحاجة بسيطة كده ان هو يساعدها يمسح معاها يحط لها السجاد بتاعها وكمان يعني تعاون وروح حلوة جدا ومبسوط باللي هو عمله طبعا ولازم ان هي تقدره وكمان تكافئه بحاجة هو يكون حبيبها زي هنا جابوله الكرسي بتاع الطعام طبعا الاطفال بتبقى متحمسه جدا لاي حاجه بنجيبها لهم حتى لو حاجه بسيطه يعني البنوته بتفرح بالعروسه والولد بيفرح بالكوره فهم طبعا لازم يكونوا في مكافاه ليهم او يكون في تحفيز ليهم لاي حاجه هم بيعملوها فهنا طبعا اشتروا له الكرسي المريح جدا للاكل بتاعه وشايفين ان هو بيتعاون مع باباه ومبسوط قوي عايز يركبه باسرع وقت علشان يشوف جماله ويقعد عليه فبدا ان هو يساعده ويدي له كل القطع بتاعته علشان يركبه ويخليه ان هو يستمتع بالقعده عليه بالشكل ده كمان برضه هو الطفل ما شاء الله يعني اسره آه كمان آه ليها في العبادات وليها كمان في الطريقه الدينيه الحلوه اللي بنعلمها لاطفالنا فهو شايف بابا ان هو بيصلي فراح جاب السجاده الصغيره بتاعته كمان وحابب ان هو يصلي معاه فطول ما احنا بنوريهم حاجات حلوه مننا اكيد هم كمان هيتعلموا ومن غير ما احنا نطلب منهم تلقائيا هم هيكونوا بيعملوا الحاجات الجميله دي فدي برضه من الحاجات اللي ربنا يا رب يبارك كده في حياتهم وفي اولادهم من الحاجات اللي هم محافظين عليها كمان برضو هنا مع اخوه بقى مامتهم يعني شايفة ان هو بيحب التنظيف والترتيب والمساعدة فجابت له المكنسة اللي احنا متعودين عليها بتاعة دايسون المكنسة الكهربائية كمان هنا جابت له نفس الفكرة بتاعتها بس لعبة للاطفال علشان لو حابب ان هو ينظف يبقى ايه يقدر ان هو ينظف بكل سهولة وطبعا برضو من الحاجات اللي بتبقى حماسية جدا للاطفال ان هم يكونوا شايفين ان هم يقدروا يعملوا حاجة او ينظفوا الغرفة بتاعتهم حتى لو بلعبة يعني بتكبر عندهم روح المسؤوليه وان هما يقدروا يعملوا حاجات زي دي كمان هنا برده ما شاء الله بيساعد مامته في كمان شويه حاجات كده في المطبخ والحلو ان هي كمان بتدي له الثقه في نفسه وبتخليه يعمل حاجه ولو حتى بسيطه يا رب يبارك فيه ويحفظه ويبارك في حياتكم انتوا كمان ويرزقكم الخير دايما ويبارك في اولادكم ده كده كان فيديو النهارده يا رب يكون عجبكم بشكركم لو وصلتوا لحد هنا ويا رب تكونوا استفدتوا كده بشويه تشجيع وحماس من السيده التركيه لتحضيراتكم للعيد كل سنه وانتوا طيبين اشوفكم بكره على خير فيديو جديد تنسوش لايكاتكم على الفيديو وبكره فيديو جديد وسيده جديده وسلام